جئناكم اليوم للاصطفاف والالتفاف حول الزعيم الذي التفت حق الالتفات إلى صعيد مصر. فمن هذا المنبر ومن قلب صعيد مصر مدينة إسنا صاحبة التاريخ السري نوجه جميعا التحية والامتنان للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ايه اللي يخلينا واقفين على رجلينا؟ قوة الشعب المصري ورا القائد عبد الفتاح السيسي. وانا على ثقة كاملة ان الصعيد مش هقول يرد الجميل لعبد الفتاح السيسي، هقول يكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. انا جاي النهارده في بلد العزة والكرامة، في بلد الحضارة والتاريخ، وسط هذه الرموز العظيمة، عشان اقول لكم كلمة واحدة بس: عبد الفتاح السيسي قائد وطني يستحق منا ان نقف الى خلفه، وأن ندافع عنه، وأن نكون شركاء في المسؤولية معه. الانتخابات الرئاسية والتي تأتي إلينا بعد أيام قلائل، ومن هذا المنطلق اسمحوا لي وأنا أقف بينكم. هذه الوقفة معربة ومعبرة عن نفسي وعن كل امرأة بصعيد مصر. نعلنها من أقصى جنوب القطر المصري عن دعمنا الكامل. نحن سيدات ونساء وفتيات محافظة الأقصر لمؤازرة ودعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. في هذا العرس الديمقراطي الكبير الذي حوى من القامات الوطنية أبناء هذا الوطن المخلصين داعمين ومؤيدين لمسيرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة، من أجل استكمال مسيرته التي خص الله بها مصر. مصر ربنا يعطاها اهتمام خاص حينما وصفها الكتاب المقدس، قال عنها كجنة الله كأرض مصر، وصفها كأنها جنة. ولذلك مصر تحظى برعاية الله أولاً، ثم تحظى بشعب طيب، شعب متدين بالفطرة. إحنا مصريين مسيحيين مسلمين ملتزمين جميعاً أن نقف وراء سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. مصر في احتياج شديد ان احنا نقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي ونؤيد ونبايعه، لانه حافظ على البلد. كلنا خلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لانه راجل امن وامان، يعرف قدر البلد وحريص على البلد. لما طلبناه انه يترشح طلبناه لاجل الوطن. الوطن لو ضاع كلنا هنضيع، والحمد لله نحن في أمن وأمان.